السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم ايه اللي هيحصل في ملزمتين ليلة الامتحان. حضرتك هتركز كويس جدا جدا. دي المحاضرة الأولى ان شاء الله هنشرح فيها الباراجراف رايتنج وازاي اجاوب عليه الاسئله اللي تشوز، هنا الاساي رايتنج وازاي اجاوب عليه الاسئله اللي تشوز، هنا ايميل رايتنج هنشرح الايميل فورمال وانفورمال، اوكي، الايميل الرسميه والايميل اللي هي الغير رسميه، هنشرح كل انواع البانكتويشن ماركس وازاي ان انا اجاوبها، هنشرح البارتس اوف سبيتش اللي هي اجزاء الكلام اللي هي الادجكتيف والنون والفيرب و و و و، هنشرح الترانسليشن، هنشرح الكومبرهنشن باسج. ديت اوكي الملزمه الاولى، دي الملزمه ايه الاولى. بالنسبه للملزمه الثانيه او الحصه الثانيه هتحتوي على كل فوكاب المنهج بالكامل والخارجي وبتاع الترجمه، كل الفوكاب اللي احنا هنعوزه وكل الجرامر التفصيلي، وانا هشرحه لك كلمه كلمه، هشرحه كلمه كلمه، انت مش محتاج انك انت تتفرج على اي حاجه الا المحاضرتين ليله الامتحان. هنا بعد كده تريكس، التريكس ديت هي عباره عن التين تريكس، عايزك تذكرهم كويس جدا جدا جدا، اللي هي خلاص اوكي تركات المنهج او الحاجات الصعبه في المنهج. بعد كده البريبوزيشنز كلها، بعد كده الفريزل فيربس كلها، بعد كده في جنرال فوكاب. جنرال فوكاب ده هيكون على الرايتنج، هيكون على الترانسليشن، هيكون على كل حاجه. ده هو اقوى حاجه خالص عايزك تذكرها كويس جدا، وده جنرال جرامر وده جنرال ايه جرامر. دول محاضرتين ليله الامتحان واللي هيحصل فيهم. طبعا الطالب فيكم واللي بيدرس معايا اونلاين بصفه خاصه هيقول هل الملزمتين دول يكفوا؟ يكفوا تماما تماما تماما، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقدر انك انت من خلالهم انك انت تجيب الفول مارك ان شاء الله. الايه دول عندي بعد كده الليكتشر 3 ديت اللي هي ذا بريزنر اوف زندا. احنا لغايه الان ما فيش اي مدرس على وجه الارض يقدر يقول انها اتلغت. ليه؟ لان لغايه الان ما اتلغتش، كلام واضح. فبالتالي الايه البريزنر اوف زندا هشرحها ككل، ولكن على اليوتيوب. دي اونلاين، المحاضرتين دول اونلاين، انما ديت على اليوتيوب. اوكي اليوتيوب دوت اوكي ها خلاص هيكون في النوفل، هشرح النوفل ككل، ثم نحل عليها 100 سؤال في التشوز على الفوكاب وعلى الاحداث. خلاص ده ان شاء الله برنامجنا. الكلام ده كله خلاص هتلاقيه ان شاء رب العالمين ان شاء رب العالمين يوم الجمعه النهارده. انا ايه بتكلم اهو، يوم الجمعه الجايه هتلاقي كل دوت خلاص على الاونلاين، على المنصات اللي انا شغال فيها، او على اوكي او على ايه اليوتيوب. اليوتيوب هشرح فيه النوفل بس، انما دول اوكي اونلاين اوكي بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وربنا يوفقكم ان شاء الله.